هذا الشوط تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا الملتقى، ملتقى الأصايل في عاصمة الميادين في ميدان الوهبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، حيث انطلقنا في مساء هذا اليوم مع انطلاقة سن الثنايا بشعارات أصحاب السمو الشيوخ، هناك أيضا المزينة دائما عاصمة الميادين والثمانية كيلومترات. تمنياتنا لكافة هذه المؤسسات العملاقة بالتوفيق في أيضا كافة انطلاقاتها وتحدياتها المثيرة. مباشرة كالعادة إلى مقدمة هذا الشوط، هناك الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المركز الثاني القادم الشاهينية لهجن الدشبة، ويتقدم سعيد بن سالم، يتقدم بو سالم في عملية تضميرها والتدريب والعناية المستمرة، بينما المركز الثالث القدوم من أيضا الشاهينية لهجن الرياسة، وهناك المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المركز الرابع القادمة والمتقدمة الوثبة لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي، المركز الخامس بلقى الشاهينية لهجن الرياسة اللي ضمرها المجازف وسعيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يتقدم في عملية التضمير والتدريم والعناية الكافة لهذا الشعار، بينما هنا الشاهينية المتقدمة في هذا الشوط، المتقدمة في هذا المسار لهجن ندي الشبا، وسعيد بن سالم يتقدم مع شعار هجن ندي الشبا، ويقدم لنا ثلاثة أسماء في هذا المسار، الشاهينية والشاهينية والشاهينية، بينما المركز السابع الوصول والتقدم من هملولة لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي، وهناك الشاهينية على المركز التاسع لهجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري اللي ضمرها، والمركز العاشر ختام النداء الأول، هذه الشاهينية، هذه الشاهينية لمؤسسة هجن الرياسة، لهذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا النتيجة في هذا الشوط وفي هذا المسار، هكذا نتيجتنا للعشر المراكز الأولى بشعارات مختلفة مع الأصايل مع السلالات الغنية عن التعريف. أعود إلى مقدمة هذا الشوط، لنا عودة إلى الصدارة الأولى مع المركز الأول، الله يا الشاهينية، الله يا الشاهينية، هجن الدشبة من تتقدم على الصدارة الأولى، لها مشجعيها ومحبيها يتابعوها هناك أيضا من خلف الشاشات، نتمنى لها التوفيق، هناك أيضا وسعيد بن سالم، ولكن مؤسسة هجن الرياسة القادمة، القادمة مع هذه الهجن الغنية دائما عن التعريف في اختطاف الرموز والسيوف من كل حدب وصوب، يتقدم المجازف، يتقدم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المركز الثالث مرحبا بهملولة، وهناك ايضا المتقدمة في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي، يا سلام يا سلام يا سلام، الثمانية كيلومترات، رحلة هذا الشوط ورحلة هذا المساء بهذه الهجن التي تسير هناك نحو خط النهاية، نحو ناموس هذا الشوط، المركز الرابع بلقى الشاهينية لهجن ندي الشبا، وسعيد بن سالم يتقدم في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة في هذا الانطلاق، المركز الرابع أو المركز الخامس
على الوصول والتقدم من الشاهينية لهجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هملولة هملولة قادمة، هملولة وصلت، هملولة حضرت لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي. الله يا الظاهر، الله يا الظاهر، الله يا الظاهر، بالفعل يقدم لنا الهماليل، يقدم لنا اسماء لامعة في عالمنا الساحر في رياضة الآباء والأجداد. هناك المجازف يتقدم مع الشاهينية، والشاهينية وهجن ندي شبا القادمة من دانة الدنيا دبي تقدم لنا اسماء جميلة. وسعيد بن سالم ياتي في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة، بينما هنا الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الله يا سلام، يا سلام، النداء الثاني للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذه اللحظات، المتقدمة في هذا المسار. يا سلام يا سلام، البداية والمقدمة الشاهينية، الشاهينية شعار هجن الرياسة، شعار هجن الرياسة، من يتألق دائما ودوما وابدا. هذه المؤسسة، مؤسسة هجن الرياسة، دائما تاتي على المراكز الأمامية، دائما تاتي مع السجل الذهبي على صدارة هذا الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات. وهناك هملولة والشاهينية قادمة بشعار هجن ندي الشبا، وسعيد بن سالم يتقدم في عملية التدريب والتضمير. المركز الرابع هجن ندي الشبا يقدمها سعيد بن سالم. المركز الخامس على الوصول والتقدم هناك الشاهينية لهجن الرياسة. يلا يا المجازف يا ابو سعيد، معودنا دائما على الناموس، معودنا دائما على التلق هنا بهذا الشعار الكبير، وترقبوا له في هذا الموسم. بينما هملولة القادمة في هذه اللحظات لهجن الرياسة يضمرها علي بن ميل الوهيبي، يضمرها في هذا المسار، في هذا التحدي الجميل والانطلاقات المميزة في هذا الشوط. يا سلام، ها هي عاصمة الميادين، هذا هو ميدان الوهبة، دائما تحلو المنافسة فيه، دائما تحلو المنافسة فيه، في هذا المسار، في هذا التحدي. أشوف اللي قادمه الشاهينية لهجن الرياسة، يوصل أبو سلطان حارب بن مغير العميمي يتقدم في هذا الشوط، يتقدم في هذا المسار الجميل والتحديات المثيرة. هنا تابع يا من تتابع، تابع هذا الرقص، الرقص الوهباوي في ميدان الوهبة بشعارات يا أصحاب السمو والشيوخ. ولكن هجن ندي الشبا، هجن ندي الشبا بدأت تسيطر، بدأت تسيطر في هذه اللحظة، بدأت تسيطر في هذا المسار الجميل والتحديات المثيرة. وهناك الشاهينية، راحت الشاهينية، راحت الشاهينية، هذا هو المجازف، هذا هو بن زيتون، بن زيتون، بن زيتون، دائما متلق، دائما متلق. هملولة أخذت المركز الثاني لهجن الرياسة، يضمرها علي بن ميل الوهيبي. المركز الثالث القادمة والمتقدمة الشاهينية هجن ندي الشبا، وسعيد بن سالم ياتي في هذا الشوط. هناك هملولة القادمة لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الرقص الجميل. الشاهينية وصلت وتقدمت بشعار هجن الرياسة، حارب بن مغير العميمي وصل في هذه اللحظات. مرحبا ابو سلطان، مرحبا ابو سلطان. بينما هنا الشاهينية هجن ندي الشبا، وسعيد بن سالم بدأ يتقدم مع شعاره. هناك هجن ندي الشبا بانطلاقة الشواهين في هذا الشوط، في هذا المسار، ولكن بقيادة المجازف، بقيادة المجازف، بقيادة بن زيتون على مقدمة هذا الشوط. هذا هو المنحنى الأخير، هذا هو المنحنى الأخير، الكيلو ونصف الكيلو،
الكيلو ونصف الكيلو يا مضمرين يا متابعين يا فطاحلة هنا الكيلو ونصف الكيلو غدا عذر من انذر في هذه اللحظات هجن الرياسة تتقدم مع المجازف هجن ندي الشبة مع سعيد بن سالم الظافر يقدم هملولة على المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذا المسار شعار هجن الرياسة شعار هجن الرياسة ومن له غير هجن الرياسة هنا على البداية الأولى على صدارة هذا الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات في هذا المسار الله يا الشاهينية الله يا الشاهينية عصاها في الأبطان عصاها في الأبطان هنا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ياتي على البداية الأولى هملولة وصلت هملولة تقدمت بشعار هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي ياتي على المركز الثاني الشاهينية على المركز الثالث هناك هجن ندي الشبة سعيد بن سالم في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة في هذا الانطلاق في هذا المسار الجميل والتحديات المثيرة الشاهينية المجازف الظافر الظافر بدأ يتقدم الظافر بدأ يتقدم في هذه اللحظات ما بين الظافر والمجازف ما بين الظافر والمجازف ما بين هملولة والشاهينية هملولة والشاهينية الظافر والمجازف في موقع واحد في موقع واحد مع الأربعمية متر الأخيرة والخطيرة والمثيرة تهانينا لهجن الرياسة تهانينا لهجن الرياسة مع مختلف المضمرين هناك بمشجعيها متابعيها هنا في هذا الانطلاق في هذا المسار سلام يا المجازف سلام سلام يا المجازف سلام تهانينا لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية تهانينا لهذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرياسة على هذا التلق الجميل تهانينا ما شاء الله المركز الثاني هملولة لهجن الرياسة ثالثا الشاهينية هجن ندي الشبا اللي احتلت المركز الثالث بينما المركز الرابع الشاهينية لهجن الرياسة والمركز الخامس هذه أيضا القادمة الشاهينية لهجن ندي الشبا تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام أعود إلى التوقيت الزمني المرافق هناك أيضا دائما لهذه الانطلاقة والتهنية للشاهينية هنا على فوزها هناك أيضا وحصولها بنقطة جميلة مميزة هنا والتهنية لهجن الرياسة وللمجاز محمد بن عتيق بن زيتون علم هيري هناك أيضا توقيتها الزمني 12 دقيقة 12 دقيقة 41 ثانية 7 أجزاء من الثانية تهانينا أيضا لهجن الرياسة والتهنية للمجازف المركز الثاني وصول وتقدم من هملولة لهجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي 12 دقيقة 43 ثانية جزئين من الثانية بينما المركز الثالث وصول من شعار هجن ندي الشبا بانطلاقة الشاهينية والتهنية لك يا سعيد بن سالم توقيتها الزمني 12 دقيقة لحظات وصولها إلى خط النهاية معلنة هناك أيضا صاحبة المركز الثالث 12 دقيقة 49 ثانية بالوفاء والتمام والكمال